هل أنت سعيد بالله عليك؟ والله أنا سعيد جدا، مو السعيد، سعيد جدا. نعم. هذه السعادة جدا تشبه إنسان يعاني ما يعاني، ما في إنسان لا يعاني، لكن موعود من قبل خالق الأكوان بجنة عرضها السماوات والأرض. يعني مثل بسيط، واحد يسكن بغرفة واحدة مع 5 أولاد ودخله لا يكفيه ثمن خبز، وفي عليه دعوة إخلاء من هذه الغرفة ويعاني ما يعاني، له عم بيملي 500 مليون وما عنده أولاد ومات بحادث، فخلال ثانية واحدة انتقل هذا المبلغ الفلكي 500 مليون لهذا الفقير. لكن إجراءات المواريث وحصر الإرث لم يتمكن أن يقبض درهم واحد قبل عام. لماذا يعيش طوال هذا العام في سعادة؟ ما أكل لقمة زائدة ولا اشترى معطف. قال: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. فالمؤمن أحد أسباب سعادته أن الله وعده بالجنة.